إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذه الأوامر من الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم للرحمة المهداة والنعمة المسداة صلوات الله وسلامه عليه، تتبين فيها نصا صريحا أنه من رحمة الله عز وجل بنا وفضله علينا أن أرسل إلينا هذه الرحمة وأن ملأ هذا القلب النبوي رحمة يغدو بها صلى الله عليه وسلم على الكبير والصغير والحاضر والباد والقريب والبعيد والخاص والعام. فبرحمة الله تبارك وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم لينا رفيقا رحيما رقيقا صلوات الله وسلامه عليه. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذه فيها دلالة واضحة كل الوضوح أن صحة المنهج وصحة الفكرة لا تكفي وحدها لقبولها عند الناس، حتى يكون ذلك مصحوبا بلين ورفق ورحمة ورأفة وأنات وحلم. إن كان هذا في حق النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فغيره من البشر من باب أولى وأحرى. إن كان أحدنا فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله، بل لنفرت منه نفسه التي بين جنبيه، ولصار شقاء على نفسه وعلى من حوله والعياذ بالله. ولذلك كان لابد ممن يتصدى لدعوة الله تبارك وتعالى، الدعوة إلى دين الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، والأمر بالمعروف الذي جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والنهي عن المنكر الذي بيانه الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. لابد في حق من يتصدى لهذه الأمور أن يتصف بهذا الخلق الكريم، خلق اللين والرفق والرحمة والرأفة والتؤدة والأناه والصبر والصفح الجميل عن المدعوين. فإن الأصل أن من يأمر وينهى لابد أن يقابل بمعارضة قد تكون شديدة في بعض الأحيان وقد تكون خفيفة في أحيان أخرى، ولكن لا يخلو إنسان يأمر وينهى وينصح ويعظ أن يقابل بما لا يحب وأن يعامل بما يكره. ولهذا يعني كان في كتاب الله تبارك وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قرينا بالأمر بالصبر كما مر معنا قبل ذلك بمجلس أو مجلسين. في قول الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يذكرنا هذا بحادثة شق الصدر. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراده الله نبيا خاتما ورسولا لهذه الأمة الخاتمة أرسل إليه ملائكته وهو صغير، فشقوا صدره واستخرجوا قلبه وغسلوه بماء زمزم في طس من ذهب، وأخرجوا منه حظ الشيطان وملأوه حكمة وإيمانا، ثم ردوا قلبه إلى صدره فالتأم. فيقول صلى الله عليه وسلم: فغدوت بها رحمة على الكبير والصغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حين شق صدره واستخرج قلبه وغسل وملئ حكمة وإيمانا، وهذا كله من فضل الله عز وجل ورحمته بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وبهذه الأمة عامة. بهذه الرحمة غدا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الدعاء وأكثر الناس تبعا يوم القيامة هو صلى الله عليه وسلم، لأنه غدا رحمة على الكبير وعلى الصغير صلوات الله وسلامه عليه. وقد علمنا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إنما يرحم من عباده الرحماء، قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية عند مسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: لا تنزع الرحمة إلا من شقي والعياذ بالله. وهذه صفة أهل الجنة وخلق المقربين من رب العزة تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة، وهذا أيضا في صحيح مسلم، أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. ذو سلطان متصدق موفق، هذا أعلى المنازل، ثم يليه مباشرة
كل ذي قلب رحيم رفيق بكل ذي قربى ومثله. والثالث ذو عيال عفيف متعفف، ذو عيال عفيف متعفف، رغم ثقل كاهله بالنفقات على عياله إلا أنه يتعفف عن الحرام ولا يطلب رزق أولاده إلا من الحلال. فالمنزلة الوسطى في هذا الحديث في صفات أهل الجنة رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومثله، لا يخص أقرباءه أو جيرانه أو أحبابه وأصدقائه بالرحمة، وإنما يغدو بها رحمة على القريب والبعيد. هذه من صفات أهل الجنة، وهذه كانت الصفة التي ذكرها الله تبارك وتعالى عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه في التوراة قبل أن يخلق صلوات الله وسلامه عليه، في الحديث المشهور في صحيح البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو أن عطاء بن يسار سأله عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ، هذه صفاته صلى الله عليه وسلم، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجد السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولكن يعفو ويغفر صلوات الله وسلامه عليه. كل من عاشر النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بهذا الخلق. أذكر مثالا واحدا لأناس من شباب المسلمين الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه 3 أسابيع فقط، كما في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه يقول: سافرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، يعني شباب متقاربون في السن، فأمضينا عنده 20 ليلة، فلما رأى أن قد اشتقنا أهلنا سألنا عمن خلفنا وراءنا فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم. يقول مالك: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما، رفيقا رحيما صلوات الله وسلامه عليه، فقال لهم: ارجعوا إلى أهليكم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يلفت نظر مالك بن الحويرث منه خلق الرفق والرحمة، كان رفيقا رحيما صلوات الله وسلامه عليه. والنبي أيضا عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرنا وحبنا على أن نرفق في كل أحوالنا، فلا يكون الرفق في شيء إلا ذانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل أيضا صلوات ربي وسلامه عليه: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وهو الذي قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، الحلم والإيه والأناة. وقال صلى الله عليه وسلم: من يعطى حظه من الرفق يعطى حظه من الخير. فالخير الذي في الإنسان إنما يقاس بما في قلبه من رحمة ورفق. ولذلك لا تتعجب عندما تسمع هذا الحديث العجيب، يقول صلى الله عليه وسلم: خاب عبد وخسر لم يجعل الله عز وجل في قلبه رحمة للبشر، مش للمسلمين، رحمة لمن؟ للبشر. لذلك لما وصفه ربه تبارك وتعالى في كتابه قال: وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين، لا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالخيبة وبالخسران على عبد وإن كان مسلما، على عبد لم يجعل الله عز وجل في قلبه رحمة للبشر، للبشر مسلمهم وكافرهم. لا بد أن يغدو المسلم في حياته وهو مشفق على الكافرين الذين إن ماتوا على كفرهم كانوا من حصب جهنم والعياذ بالله خالدين مخلدين فيها عياذا بالله. فليست الشفقة من المسلم على غير المسلم أن يداهنه في دينه أو أن يصحح باطله أو أن يجامله على باطله والعياذ بالله، وإنما الرحمة أن يأخذ بيده إلى طريق الحق، أن يدعوه إلى الله وإلى دين الله. لماذا؟ لأن المسلم يعتقد أن الدين عند الله الإسلام، وأن الله عز وجل لا يقبل دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، هذا قول ربنا الفصل تبارك وتعالى. وقال أيضا تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
نص في غاية الوضوح والصراحة أن غير المسلم إن مات على غير إسلامه بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. فالرحمة بالكافرين، الرحمة بغير المسلمين، إنما هي بدعوتهم لدين رب العالمين تبارك وتعالى، ليس بمجاملتهم ولا بمداهنتهم. فإن الله تبارك وتعالى قال لنبيه ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فليست أبدا من الرحمة أن نغش الناس في دينهم وأن نصحح ما يبطل من المذاهب تحريفا للمسلمين عن دينهم وتصحيحا للكافرين في عقائدهم والعياذ بالله. فليس هناك مثلا من معنى أبدا أن يقوم رجل من المسلمين يترحم مثلا على باب الفاتيكان يقول رحمه الله وجزاه الله خيرا عما قدم للإنسانية من خير. هذا الرجل الذي أفنى حياته في الصد عن سبيل الله وفي تنصير المسلمين الفقراء المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، على أنه في الأصل من يهود بولندا، وهو الذي برأ اليهود من دم المسيح عليه الصلاة والسلام وطلب من أتباع الكنيسة الكاثوليكية أن يعتذروا اليهود عن المحرقة النازية. هذا الرجل الذي قدم لليهود ما لم يقدمه أحد من قبله، يقوم رجل من المسلمين ينسب إلى هذه القبلة يترحم عليه ويقول جزاه الله خيرا عما قدم للإنسانية. هذا الكلام فيه إضلال للمسلمين وفيه تصحيح لعقائد الكافرين والعياذ بالله. ولذلك لا نتعجب إن كنا نسمع بين الحين والآخر أن مسلما يتنصر بهذه الخرافات والعياذ بالله الذي يعامل بها غير المسلمين فيخدعونهم ونخدع نحن من ورائهم والعياذ بالله. فليست الرحمة بغير المسلمين إلا في دعوتهم بالرفق واللين لدين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة في دعوته كما هو الحال في كل شأن من شؤون الحياة، هو القدوة مطلقا صلوات الله وسلامه عليه. فهل يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في أنه صحح مذهبا أو دينا غير الإسلام؟ كيف وقد أنزل الله عز وجل عليه هذه الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والعياذ بالله. ويقول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا في حق أمثال أبي طالب الذين عاشوا حياتهم دفاعا عن دين الله وعن نبي الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن مضى عمره كله في الصد عن سبيل الله وفي خدمة ألد أعداء المسلمين من اليهود وأجنابهم والعياذ بالله؟ هذا يترحم عليه والعياذ بالله؟ هذا الكلام لابد أن يترتب عليه باطل من الباطل، لابد. لذلك والله لا أتعجب أبدا إن سمعت أن طالبا في كلية الشريعة يتنصر، وهذا في محافظتنا نحن، طالب في كلية الشريعة الإسلامية يتنصر. نعم، لأن المسلمين حتى العلماء منهم والعياذ بالله يداهنون ويجاملون على حساب أصول هذا الدين الحنيف. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الشرع الحنيف حاط ما بين المسلمين وغير المسلمين بعلاقة محكمة توضح للكافر أن المسلمين أهل حق وأنهم أهل بر وإحسان وقسط وأنهم أهل عدل لا يظلمون ولا يخيثون بالعهد ولا يخجرون ولا يخبرون. ولكن في الوقت ذاته وفي الحين نفسه لا بد أن يكون ظاهرا من المسلمين صغيرهم وكبيرهم أنهم لا يرضون عن دين الكافرين وأنهم يتبرؤون إلى الله عز وجل من كل دين يخالف دين الإسلام. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه إن فعلوها فهم إخواننا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. إن دخلوا في هذا الدين فأقلهم عمرا في الإسلام كعمر بن الخطاب رضي الله عنه في المكان، له ما له وعليه ما عليه. وأما إن أصروا على ما عندهم من الباطل فإن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى قال والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني
ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار والعياذ بالله. تجد أن الإسلام كان شديد الحساسية في تعامل المسلمين مع غير المسلمين، سواء من ناحية النهي عن ظلمهم أو من ناحية الحض على الإحسان والبر لهم في حدود البدن، في حدود المعيشة. وفي الوقت نفسه لا بد أن يظهر منك أنك تبغضهم في الله، تحسن وتبر وتتقي الله فيهم ولا تظلمهم وتبغضهم. نعم، وهذا لا يجتمع إلا في قلوب فقهاء هذه الأمة ونبلائها ممن تقوا عن الله وتقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجد المسلم البتة تعارضا في ذهنه ولا في قلبه بين أن يبر وأن يحسن وأن يعدل وأن ينتهي عن الظلم وأن لا يغدر وأن لا يغدر وألا وألا وألا، وفي الوقت نفسه أن لا يحب إلا من يحبه الله تبارك وتعالى، وأن يبغض أعداء الله تبارك وتعالى. إن أخبرنا الله عز وجل عن نفسه في كتابه فقال: فإن الله عدو للكافرين، فإن الله عدو للكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوثق ورى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. بهذا نطق نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فلا بد أن يعلم أن الرحمة بالمسلمين أو بغير المسلمين إنما تكون بحظهم وترضي بهم في طاعة الله تبارك وتعالى. أن نأخذ بأيديهم إلى جنة الرحمن تبارك وتعالى. ولكن الإنسان منا يلقى غير المسلم أو يلقى المسلم المتلوث المذنب الواقع في الكبائر الذي يتعدى حدود الله، ثم لا يأمره بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يبذل له نصحا ويزعم أن هذا ودين الله تبارك وتعالى. سبحانك، هذا بهتان عظيم. إنما الرحمة أن تأخذ بأيديهم إلى الله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لأناس يقادون إلى الجنة في السلاسل. ناس يخش الجنة بالسلسلة يا غضر عني. كيف؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: تجاهدون فتأثرون أولاد العجم فأثرون في دين الله عز وجل. يجاهد الإنسان في سبيل الله فيأثر هؤلاء فيقعون في أثر المسلمين وفي أيديهم، فيعرض عليهم الدين من قريب ولا يكون بينهم وبين الدخول في دين الله عز وجل حائل، فيدينون دين الحق فيكونون من أهل الجنة. هذه هي الرحمة، هذه هي الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم الخلق بالخلق، وهذه سمة أهل السنة في كل زمان ومكان، أنهم أعرف الناس بالحق وأحسنهم إلى الخلق، يعرفون الحق ويرحمون الإيه؟ الخلق. كيف ترحم الخلق؟ انظر إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف وتعلم كيف ترحم الخلق. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه في بيته صلوات الله وسلامه عليه أناس وصفهم الله عز وجل بأنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، اللي هم من اليهود، فيقولون: السلام عليك يا محمد. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسمع ففطنت لما قالوا فقالت: بل السلام عليكم واللعنة وغضب الله. هذه رواية الصحيحين. وفي غير الصحيحين: يا إخوان القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعيني قد رددت عليهم؟ فإنه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرها بحسن الخلق، يأمرها ألا تفحش ولا تتفحش، يأمرها بالرفق. فهل هذا فيه تصحيح لدين اليهود؟ هذا هو البر، هذا هو الإحسان، وهذا هو حسن الخلق. وإنك لعلى خلق عظيم. بس يدعوهم إلى الله ولا لا؟ ظل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات يدعو اليهود إلى الدخول في دين الله عز وجل، حتى كان قبيل وفاته يذهب إلى بيت مدراس، المدراس يعني بيت كبير أحبار اليهود، ويدعوهم إلى الله عز وجل ويقول: أسلموا تسلموا. فيقولون له: قد بلغت أبا القاسم. فيقول: هذه أردت، أنا أردت أن أقيم عليكم الحجة أنني بلغتكم ودعوتكم إلى دين الله وأمرتكم بالدخول في الإسلام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود إزاي. معاه في المدينة وفي بينهم وبينه معاهدات صلوات الله وسلامه عليه،
سيحسن إليهم ويبرهم، مع أنهم كفرة، مع أنهم كفرة، مع أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، مع ذلك المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعائن الله المتتالية، هذا الرجل الذي ترفق به النبي صلى الله عليه وسلم أيام رفق وأحسن إليه أيام إحسان، ظل يدعوه صلى الله عليه وسلم مدة سنتين متواصلتين بعد الهجرة إلى المدينة النبوية، ظل يدعوه إلى الإسلام وإلى دين الله سنتين متواصلتين، فلم يدخل في الإسلام إلا بعد معركة بدر عندما ظهر أن للمسلمين قوة وأن لهم شوكة ومنعة، فدخل في دين الله عز وجل نفاقا. شوف يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تذهب إلى عبد الله بن أبي بن سلول فتدعوه إلى الله؟ ده قبل ما يسلم الكلام. فيقول نعم، فيركب حمارا صلى الله عليه وسلم ويذهب إليه والمسلمون يمشون حوله عليه الصلاة والسلام، فيأتي على مجلس عبد الله بن أبي بن سلول، وكانت الأرض سبخة، أرض ملحة فيها تراب وسبخ لا تنبت يعني، فلما رآه عبد الله بن أبي خمر أنفه بردائه وقال: يا محمد لقد آذاني نتن حمارك. هذا الحديث في الصحيحين. شر خلق الله يقول لخير خلق الله: يا محمد لقد آذاني نتن حمارك. عشان نعرف حتى المنافقين كيف يعاملون وكيف يدعون إلى دين الله عز وجل، فإن هذا النبي الكريم هو قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. يا محمد لقد آذاني نتن حمارك. فيقوم رجل من الأنصار ويقول: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد عليه. كان ممكن تبقى حرب، كان ممكن تبقى فتنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يطالب بحقه ولم يكن يغضب لنفسه صلوات الله وسلامه عليه. يروي أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه قصة شبيهة بهذا: يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي بن سلول يدعوه إلى الله تبارك وتعالى، فيقف على مجلس فيه مشركون ومسلمون، وهذا في بداية الهجرة، فيقرأ عليهم القرآن ويدعوهم إلى الإسلام، فيقول عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، بيكلم مين؟ بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المرء لا أحسن مما قلت إن كان حقا. وهذا في صحيح مسلم: أيها المرء لا أحسن مما قلت إن كان حقا، فلا تؤذنا في مجالسنا، ولكن ارجع إلى أهلك، فمن جاءك منا فاقصف عليه. يعني بيقول له: أنت كلامك ده إن كان حق كويس، بس ما تأذناش في المجالس بتاعتنا، روح في بيتك، واللي يجي لك عندك يبقى إيه؟ يبقى ذكره واقرأ القرآن وادعوه إلى الإسلام، لكن ما تجلناش هنا في ما إيه؟ في مجالسنا. شتموا النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه، عنفه، أبدا لم يكن شيء من ذلك. ولكن يقوم عبد الله بن رواحة وهو سيد من سادات الأنصار رضي الله عنه وأرضاه ويقول: يا رسول الله بلغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. الشاهد إن ده لسه بيدعوه إلى الإسلام. طب دخل عبد الله بن أبي بن سلول في الإسلام، كيف كان حاله بعد دخوله في الإسلام؟ هل سلم المسلمون من شره؟ بل والله آذى المسلمين أشد الإذاء، وكان شأنه في الإسلام أشد من أمر اليهود والمشركين والعياذ بالله. تتذكرون فقط رجوعه يوم أحد بثلث الإيه؟ الجيش. تتذكرون فقط ما حل بالمسلمين بسببه في غزوة المريسيق، في غزوة بني المصطلق، عندما حرش بين الأنصار والإيه؟ والمهاجرين، وقالوا: ما نحن وجلاليب قريش إلا كما قال الأول: سمن كلبك يا إيه؟ يأكلك. فوالله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وفي هذه الغزوة نفسها يرمي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبته عليه الصلاة والسلام، يرميها في أرضه، وترجع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بذلك ببلاء شديد، تظل شهرا كاملا تعاني الأمرين من هذه الفرية التي كان على رأسها وتولى كبرها عبد الله بن أبي بن سلول. وقف على ذلك من المواقف والمؤامرات التي حكاها عبد الله بن أبي بن سلول، والتي كان من أشدها خطرا شأنه في تجميع الكفار وتحزيب الأحزاب يوم الخندق، يوم الأحزاب. وبعد ذلك كله عندما تحضر عبد الله بن أبي بن سلول الوفاة في سنة 9 من الهجرة، يأتي ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. قبل ذلك لما وقف ابنه على باب المدينة
ويمنع أباه من الدخول حتى يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن شئت جئتك برأسه. كيف يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول بل نحسن صحبته ما صحبنا. الغزوة اللي عمل فيها كده ورمى النبي في عرضه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بل نحسن صحبته ما صحبنا. ده منافق، رأس المنافقين، ومع ذلك يفعل معه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. وعندما يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم وقتله وأن يهدروا دمه يقول لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ثم تحضره الوفاة ويأتي ابنه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميصا ليكفنه فيه وأن يأتي للصلاة عليه، ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم قميصا ويعده أن يأتي للصلاة عليه، فيقف الفاروق المحدث المنهم رضي الله عنه وأرضاه عمر بن الخطاب ويقول يا رسول الله لا تصلي عليه فإن ربك قد نهاك، فيقول دعني منك يا عمر فإن الله خيرني فاختر. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. يقول ولو أعلم أن أني لو زدت على 70 لغفر له لزدت عليه. شوف ما خلاص ما فيش وجه للإحسان والبر خلاص، ومع ذلك هو الذي امتلأ قلبه رحمة على الكبير والصغير صلوات الله وسلامه عليه، ويروح ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويخرجه من قبره ويضعه على ركبتيه ويدفن عليه من ريقه الشريف، لعل ذلك أن يكون سببا للرحمة. ولكن هيهات، إن الله حرم الجنة على الكافرين، والمنافقون النفاق الأكبر من الكافرين، بل هم من رؤوس الطواغيت والعياذ بالله. النفاق الأكبر هذا أشد ضررا على المسلمين من الكفر. فينزل الله عز وجل تأييده لقول عمر ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. خلاص انتهى. الشاهد في هذا الحديث كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل رأس المنافقين، فما بالنا كيف نعامل عصاة المسلمين الذين ندعوهم إلى الله ونرغبهم في الخير وننصحهم ابتغاء وجه الله تبارك. أما بالنسبة لعصاة فيها ففي ذلك يعني قصص وأمثلة لا تنتهي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في عصره كان رجل من الصحابة يدعى حمارا، كان كثيرا ما يؤتى به في شرب الخمر، كل شوية جاي علشان يقيموا عليه حد الايه حد شرب الخمر عشان يجلدوه في شرب الايه الخمر. وشرب الخمر يا جماعة كبيرة من الكبائر، مش ذنب عادي، دي كبيرة من الكبائر، والخمر ام الخبائث. فقال رجل من المسلمين بعدما قاموا فضربوه، فمنهم من يضرب بنعله ومنهم من يضرب بثوبه، فيقوم رجل من المسلمين ويقول اخزاه الله ما اكثر ما يؤتى به. معذور ولا مش معذور؟ كل شوية جاي يشرب خمر ويتجلد ويروح ويشرب خمرة ويرجع يتجلد، فيقول أخذاه الله ما أكثر ما يؤتى به. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن عونا للشيطان على أخيك. قاعدة يا جماعة، إذا كان ده مرتكب كبيرا من أكبر الكبائر ويؤتى ويحد في هذه الكبيرة ويكثر ذلك ويتكرر منه، ومع ذلك يقال لا تكن عونا للشيطان إيه على أخيك، خلاص يبقى قاعدة لا نكون عونا للشياطين من الإنس والجن على إخواننا المسلمين. يروي أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين أن رجلا من الأعراب يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم وعليه على النبي يعني صلى الله عليه وسلم برد نجراني غليظ الحاشية، فيمسكه من مجامع ثوبه صلى الله عليه وسلم ويجبذه جبذة شديدة ويقول يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. يقول أنس فيلتفت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويأمر له بعطاء. يلتفت يضحك ويأمر له بإيه؟ بعطاء. خلاص المشكلة اتحلت. كيف يا جماعة تظنون أن يكون قلب هذا الرجل بعد هذا الموقف في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي إيه؟ حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. لابد من صبر، لابد من بذل وحلم شديد عشان يصل الإنسان إلى هذه الدرجة العالية. عن جابر رضي الله عنه أيضا كما في الصحيحين أن رجلا كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويغلظ له في القول، يأمره أن يوفيه دينه بغلظة والعياذ بالله، فيهم به أصحابه، ما استحملوش الصحابة لهم حق، هو النبي هيضيع حقه ولا هيأخره عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. فيهم به أصحابه فيقول دعوه
فإن لصاحب الحق مقالة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وفوه سنا مثل سنه، يعني هو كان سالك منه جمل، فالجمل شعره بحسب ايه سنه، الجمل ابو سنتين غير ابو ثلاثة غير ابو اربعة وهكذا، كان سالك منه جمل، فبيقول ادوله جمل زي اللي انا خدت ايه منه. فيقولون يا رسول الله لا نجد الا امثل من سنه، مش لاقين غير حاجة ايه اكتر من حقه. فيقول اعطوه فان خيركم احسنكم قضاء، فان خيركم احسنكم ايه قضاء. الرجل اللي جاي يسب ويشتم ويغلظ ويدخل، هذا يرجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم باكثر من حق، مش بحقه، باكثر من ايه من حق. ليه كده يا جماعه؟ ليه بيعمل النبي صلى الله عليه وسلم كده؟ انه يا جماعه نحن الله العفو والعافيه في الغالب ان نصحنا وان امرنا وان نهينا انما ننصح ونامر وننهى اقامه لحجه الله على الخلق واعذارا الى الله لاداء الامانه، مع ان مش هو ده الاصل ومش هو ده الاولى، وانما يدعى الناس كي يكونوا من المفلحين. يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول اني نذير لكم بين يدي عذاب ايه شديد. تفهم انت من الكلمه دي ان النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان يدعوهم الى الله؟ خايف عليه، خايف عليهم من ايه؟ من عذاب ربنا سبحانه وتعالى، خايف عليهم من عذاب الاخره. نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهذا شعار الانبياء كلهم صلوات الله عليهم جميعا وسلامه، اولهم اول الرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه نوح، يقول لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. بيدعوهم الى الله ليه؟ خايف عليه، اني اخاف عليكم عذاب يوم ايه عظيم. دي في الاعراف. وفي هود الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم، خايف عليه. سيدنا نوح عليه الصلاه والسلام بيدعو قومه ويظل معهم الف سنه الا خمسين عام. اسالكم بالله لو كان غرض نبي الله نوح عليه الصلاه والسلام اقامه حجه الله والاعذار الى الله باداء الامانه، اكان يصبر كل هذه السنين وكل هذه القرون؟ لا، ما كانش هيصبر. امال ايه اللي صبره؟ هو يدعوهم لكي يدخلوا الجنه وينجوا من النار، كي يفوزوا برضوان الله وينجوا من سخط الله تبارك وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى ايضا والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير. يعني اني اراكم بخير؟ اصل في واحد ممكن يفهم ان دي التزكيه من نبي الله شعيب لقومه، لا، اني اراكم بخير يعني اغنياء مش محتاجين تتصفوا الكيلو الايه والميزان. وهذه لا خلاف بين المفسرين فيها، اني اراكم بخير يعني انتم اهل غنى وثراء فلا تحتاجون الى تطفيف الكيل والايه والميزان. اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط. واني اخاف عليكم عذاب يوم ايه؟ هو ده اللي بيحركه، هو ده اللي بيشجعه على الاستمرار، اني اخاف عليكم عذاب يوم ايه محيط. وسيدنا هود عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله ليه؟ اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وفي سوره الشعراء صفه سيدنا هود نفس الكلمه، اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين ان هذا الا خلق الاولين وما نحن بمعذبين. هو بيقول لهم ايه وهم بيقولوا له ايه؟ سبحان الله. ويصبر على امر الله تبارك وتعالى حتى يحكم بينه وبين قومه. تيجي بقى الافضل الخلق وسيد الانبياء وسيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام، يوحي الله اليه ويامره ان يقول في نفس السوره سوره هود بس في اولها، وان استغفروا ربكم، ربنا بيامره ان يامر قومه وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير. ان توليتوا عن دعوتي وما استجبتوش ليا في دعوتي فوالله انا مفيش حاجه خايف عليها، انا خايف ايه؟ عليكم فاني اخاف عليكم عذاب يوم ايه؟ كبير. وهناك من الدعاة الى الله من غير الانبياء ورد ذكرهم في القران، وكان اشهرهم على الاطلاق هو صاحب ياسين الذي قام فامر الناس ان يتبعوا المرسلين، ثم كان جزاؤه من قومه ان قاموا قومة رجل واحد عليه فوطؤوه باقدامهم حتى قتل، حتى مات رضي الله عنه وارضاه. فلما قتل لما مات قال الله عز وجل له وقالت له ملائكته قيل ادخل الجنه
قال ايه؟ انا ما قالش بقى انا عملت اللي عليا، هم بقى ايه؟ يستاهلوا اللي هيضربهم بعديه، ما فيش الكلام ده. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ليه بيتمنى ان قومه يعرفوا عاقبته واخرته؟ عشان يدخلوا في دين الله عز وجل، عشان يتبعوا المرسلين. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. مش عاوز كده، مش عاوز حاجه لنفسه، وانما اراد لقومه الخير باتباعهم الايه؟ المرسلين. قال يا ليت قومي يعلمون. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما نصح قومه حيا وميتا. نصح قومه حيا وايه؟ وميتا. ويقول قتاده تلميذ ابن عباس رضي الله عنه ورحمه الله لا تجد المؤمن الا ناصح. حتى بعد ايه؟ حتى بعد ما يموت يقول يا ليت قومي ايه؟ يعلمون. ليه؟ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه، ثم اتي الى الناس الذي تحب ان يؤتى ايه؟ اليك. تحب ان الناس يسيبوك تخش النار؟ تحب الناس يسيبوك تهلك في دين او في دنيا؟ وكذلك انت لابد ان تحب للناس النجاة، وان تحب لهم الفوز برحمة الله تبارك وتعالى. يبقى يا جماعة مش فقط اللي بيحرك الناس اقامة الحجة او الاعذار الى الله عز وجل، بل الامر اعلى واجل. الامر امر رحمة وامر حب لله تبارك وتعالى، ومن محبة الله ان يحب الناس ربه، وان يدخل الناس في دين الله افواجا، وان يتوب الناس الى طاعة الله تبارك وتعالى. يبقى الواحد لو فكر بالطريقة دي، يبقى لو حد رد عليه امره ونهيه ونصيحته هيفتكر انه كده بيعرض نفسه للنار، فايه؟ نفسه هتخبو. يقول ده هي مش مشكلة، مش مشكلة ايه اللي يحصل معايا، مش مشكلة يرد عليا ازاي، المشكلة ان هو لو استمر على كده بيعرض نفسه للعقوبة، والعقوبة في الاخرة يا جماعة شديدة. فيومئذ لا يعذب عذابه ايه؟ احد، ولا يوثق وثقاه ايه؟ احد. عشان كده الواحد يشفق على العصاة والمذنبين من المسلمين، ويشفق ايضا على الكافرين. تتأمل وصف القرآن الكريم للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لقد جاءكم رسول من انفسكم. وصفه ايه؟ عزيز عليه ما عليكم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف ايه؟ رحيم. الرأفة والرحمة نصيب المؤمنين منها اكبر واعظم لا شك، ولكن الحرص وخوف العنت هذه لكل الناس، للمسلم وللايه؟ وللكافر. عشان كده ربنا يقول ان تحرص على هداهم، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل. ويقول ايضا تبارك وتعالى وما اكثر الناس ولو ايه؟ ولو حرصت بمؤمنين. عشان كده يا جماعه النبي يتقال كحقه ايه عجيبه. يقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. باخع يعني مهلك، مهلك نفسك عليهم اسفا لانهم لم يؤمنوا بهذا القران الكريم. شوف النبي يكاد ان يهلك نفسه اسا وحسره وحزنا على قومه. لماذا؟ لانهم لم يؤمنوا بدعوته. ليه؟ لان هيخش النار كده، مش هيخش النار بس، ده يخلدوا فيها والعياذ بالله. فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. شوف النبي لما كاد ان يهلك غما وحزنا على قومه، عشان كده ربنا ينهاه يقول له ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. دي في النحل، وزيها في النمل، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. يقول له ما تحزنش عليهم، هتموت نفسك على ايه؟ انت عملت اللي عليك. يعني ايه؟ رويدا، رويدا بنفسك، شفقة على نفسك قبل ان تشفق عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال له ربك فلا تذهب نفسك عليهم ايه؟ حسرات. يعني ايه؟ يعني ده كان حاله صلى الله عليه وسلم، كانت نفسه ان تذهب حسرات على قوم. ويقول له تبارك وتعالى فلا تأسى على القوم الكافرين. أسى وحسرة وحزن وبخ. شوفوا وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون. يعني بيقول له إيه؟ بيقول له أنت ما في إيدكش حاجة تعملها، أنت هتموت نفسك ليه؟ في إيدك إيه تعمله؟ وده معنى الآيات يا جماعة، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم إيه؟ بمصيبة. يقول له إنك لا تهدي من أحببت، ما تموتش نفسك عليهم. اشفق بنفسك، ارحم نفسك، ما تموتش نفسك عشان الناس الكفرة دول. فلا تأس على القوم الايه؟ الكافرين. الله عز وجل اعلم بمن يستحق الهدايه ممن يستحق الغوايه.
فلا تأس على القوم الكافرين. لذلك تجد آيات في القرآن تنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقد أن بمقدورية أن يهدي أحد، لأن كده لو اعتقد أنه لسه في إيده يهدي هيموت حفر عليه وهيموت حزن عليه، فيتقال له مثلا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يعلم كل الهداية بمشيئة مين؟ بمشيئة الله مش بمشيئتك أنت. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وانت فاكر انك هتقدر تكرههم على الدخول في الدين وقبول الاسلام؟ مش في ايدك. اشفق على نفسك وارحم نفسك وكن بها رحيما لانها اولى بالرحمة من هؤلاء الكافرين. نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار. تذكر بالقرآن من يخاف وعيد، دورك تذكر، لكن لست عليهم بجبار، مش هتقدر تجبرهم على الاسلام ولا على قبول دعوتك. تذكر، يبقى دورك قاصر على التذكير والبلاء، أن تبلغهم دين الله تبارك وتعالى. وعشان كده برضو يقول له في سورة الزمر أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. آدي يا جماعة فيها دلالة في غاية الوضوح على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم كان أن ينقذهم من النار. بيقول له أفأنت تنقذ من في النار، بيقول له أنت هتنقذهم من النار، ده معناه اللي كان مسيطر على نفسية النبي صلى الله عليه وسلم انه ينقذ الناس من النار. لذلك في صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدمه غلام من اليهود فمرض، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. شوف غلام هيعمل ايه الغلام ده؟ ايه وزنه يعني في الامه دي؟ هيعمل ايه؟ يروح يزوره صلى الله عليه وسلم فيجدوه في سكرات الموت، فيضع يده الشريفه صلى الله عليه وسلم على راسه ويقول يا غلام اسلم، ووارد الغلام بجانبه، فينظر الغلام إلى أبيه يعني يقول له أسمع كلامه يعني، فيقول أبوه أضع أبا القاسم، فيقول له أضع أبا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فيشهد الغلام شهادة الحق ويدخل في دين الله عز وجل ثم يموت. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت اليهودية بماذا يتلفظ وأي شيء يقول؟ عشان نعرف يا جماعة إيه اللي كان مسيطر عليه صلى الله عليه وسلم، كان بيفكر ازاي، كان بيوزن الامور ازاي، كانت ايه غايته من ورا دعوته. يقول عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي انقذه بي من النار. يبقى هو كان عاوز ايه صلى الله عليه وسلم؟ كان عاوز ينقذ الناس. واحنا يا جماعة المفروض لكم كده، مش فكرة بقى وقيم الحجة وانا قلت لكم خلاص، قلت لكم خلاص. هو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقوله خلاص؟ سيدنا نوح اللي قعد 1000 سنة ولا 50 سنة ده كان بيقوله خلاص عليه الصلاة والسلام؟ يبقى الموضوع مش موضوع تقوله خلاص، الموضوع موضوع جنة ونار، خلود ونعيم، في هذا أو في ذلك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، يبقى احنا كمان منه كده وتكون غايتنا كده. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم عرضت نفسي على عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما طلبت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فنظرت إلى السماء فإذا سحابة قد أظلتني وإذا فيها جبريل، فسلم علي وقال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وهذا ملك الجبال أؤمره بما شئت. فيسلم عليه ملك الجبال ويقول يا محمد ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعل صلى الله عليه وسلم، فيقول لا ولكن أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده وحده لا شريك له. شوف الأمل لغاية فين يا جماعة؟ معنى الكلام إن حتى لو فرضنا جدلا إن هم ما فيش أمل فيهم، يبقى أنا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده وحده لا شريك له، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكلنا يا جماعة حافظين الحديث ده، كلنا حافظينه. يبقى الموضوع ده مش موضوع عورضت او لم تعارض، اوذيت او لم تؤذى، الموضوع انت غايتك ايه من وراء امرك ونهيك ونصحك وارشادك وتوجيهك. نريد ان ننقذ انفسنا والناس من حولنا من نار جهنم، نريد ان نكون من المفلحين من الفائزين بجنة الله ورضوانه وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر من مكة الى المدينة، وكلنا عارفين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاحق طلبا ورفضا، يعني ينتظر الخوف من امامه ومن ورائه عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك
يلقاه بريدة ابن الحطيب في 80 أهل بيت من قومه من أسلم، لمهاجر مطرد أخرج من بلده عليه الصلاة والسلام، وقد رصدت الجوائز لمن يأتي به حيا أو ميتا، بس يقابل ناس من المشركين، والناس دول لو تلوا على دينهم هيكون ايه مصيرهم؟ مصيرهم النار. يسيبهم لكم دينكم ولا دين؟ ما هو الناس دلوقتي بيقولوا لكم دينكم ولا دين ويفسروها على اننا مالناش دعوة، هم دينهم واحنا ايه على ديننا وكل واحد على دينه. الله يعيننا. هل الكلام ده يا جماعة صحيح؟ لكم دينكم ولا دين معناها ان احنا نسيب الناس تخش جهنم، نسيب الناس تخلد في النار والعياذ بالله؟ يقف عليه الصلاة والسلام ويقرأ عليهم القرآن ويدعوهم إلى الإسلام فيدخلون جميعا في دين الله عز وجل. دي كده إيه؟ صفقة في الطريق. 80 أهل بيت يدخلون الإسلام ويكونون في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، وما أثقل ميزانه عليه الصلاة والسلام، ويصلون معهم إيه؟ العشاء. شوف، طب والله بس في الهجرة برضو يعني بكامل يعني سفاته صلى الله عليه وسلم البشرية. طب واحد ده يا جماعة في مرض الموت، في مرض الايه؟ الموت. ما قالش بقى العيال وزوجاته، ما هو زوجاته ما ينفعوش يتجوزوا بعض، وما كانش فيه معاش، كان شغله بقى 9 زوجات هيعمل فيهم ايه؟ الذرية اللي وراه هيعمل فيهم ايه؟ في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه، عليه برد يغشيه وجهه مرة ويكشف وجهه مرة صلوات الله وسلامه عليه، وكلما كشف وجهه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد. ودلوقتي بنقول بناء القبور على المساجد ايه؟ قربة الى الله عز وجل، والصلاة فيها مستحبة، مش بس باطلة ولا مكروهة، مستحبة. اين هذا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان من اخر وصاياه صلى الله عليه وسلم الا فلا تتخذوا القبور مساجد؟ بيموت عليه الصلاة والسلام، لكن حريص. مش ربنا اللي بيقول له يا جماعة لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ايه؟ معرفة، حريص عليكم. هو بيموت طبعا يا جماعة. انتوا عارفين مرض النبي صلى الله عليه وسلم كان بمرض ايه؟ بمرض رجل من امته، ان اخذته الحمى لا تطاقم الحرارة من فوق الثياب ولا من فوق الغطاء صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما بيفكرش في نفسه عليه الصلاة والسلام، بيفكر في امته من بعده. شوف يعني فاكرين يا جماعة الحديث اللي احنا كنا قلناه في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على امته من شهرين ولا حاجة؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يبكي بكاء شديدا هو بعده في الدنيا عليه الصلاة والسلام، ويقول يا رب أمتي أمتي، يتذكر كل نبي ودعوته وكل نبي وأمته، ويبكي ويسجد ويطول في السجود ويقول يا رب إيه أم، حريص عليك بالمؤمنين إيه رؤوف رحيم. فينهانا أن نتخذ القبور إيه مساجد. آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن اتخاذ القبور إيه مساجد، لأنها مدعاة إلى الشرك. بعد كده ما نستغربش بقى لما نشوف اللي احنا بنشوفوه ونسمعه اللي احنا بنسمعوه، ان الواحده ما بتخلفش تروح حوالين القبر اللي في المسجد وتطوف وتتمسح وتقول له يا سيدي فلان ما بخلفش، ايه سببه دوت؟ وهذا شرك بالله العظيم والعياذ بالله. سببه ايه؟ اتخاذ القبور مساجد والغلو في الصالحين. هل هذا معناه ان اولياء الله وغيرهم سواء؟ من سيد الاولياء؟ من سيد ولد ادم كلهم مش الاولياء بس؟ عليه الصلاة والسلام. هو نفسه عليه الصلاة والسلام بيقول إني أنهاكم عن ذلك. والشاهد في الحديث ده يا جماعة في مرض موته عليه الصلاة والسلام حريص على أمته. تقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم ما نزل، تعني في إيه؟ في الغرغرة. دي بقى مش مرض وفاته، دي آخر لحظة في حياته عليه الصلاة والسلام. فكان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى ما يفيض بها لسانه صلى الله عليه وسلم. آخر كلامه عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني عليكم بالصلاة أو الزموا الصلاة، وإياكم أن تظلموا العبيد الأرقاء يعني وما ملكت إيه أيمان. ظل يكرر هذه الكلمة صلوات رب وسلامه عليه حتى ما يستطيع أن يحرك بها لسانه صلى الله عليه وسلم. حريص علينا يا جماعة، حريص أن إحنا ننجو من النار، وينبهنا ويرغبنا ويرهبنا ويحذرنا بشير نذير عليه الصلاة والسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو البشير الإيه؟ النذير، فينذر قومه مما قد يضرهم او هو مضر بهم لا محاله في اخرته. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه اللي بيحرك يا جماعه في دعوته لدين الله عز وجل وفي نصحه وفي امره بالمعروف ونهي عن المنكر؟ الشفقه على الايه؟ على المنصوح، الشفقه على الايه؟ على المامور. واحنا المفروض يكون امرنا تبع لامر النبي صلى الله عليه وسلم. المفترض في المسلم المؤمن قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا وايه؟
المفروض نكون كده احنا كمان، انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. يبقى احنا المفروض احنا كمان نكون من وراه عليه الصلاه والسلام. والقاعده يا اخواننا ان الجزاء من جنس العمل، وربنا سبحانه وتعالى لا يضيع اجر المحسنين، وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما ايه؟ لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. نصبر على امر الله عز وجل، ونحلم على الناس، ونتحمل اذاهم، ونرفق بهم، ونلين معهم، عندئذ يفتح الله عز وجل لنا القلوب ويفتح لنا العقول، والا فالقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. واصبر وما صبرك الا ايه؟ تصبر بالله تبارك وتعالى، كما تصبر له تصبر به تبارك وتعالى. شوف النبي يا جماعه صلى الله عليه وسلم، اقول نقول نماذج. شوف اول الامر كان شده من جهه الواقع، ولكن صبر من طرف النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف كانت العاقبه؟ سواء مع الكفار الاصليين او مع العصاة المذنبين من المسلمين. خذ مثلا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه، كان يدعو امه الى الاسلام فتأبى عليه، فدعاها يوما الى الاسلام فاسمعته في النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره، راحت شتمت النبي، قاعد يدعوها لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى. بكى ليه يا جماعة؟ عشان حسيت، عشان صعب عليه إن النبي اتشتم، وصعب عليه إن الشتيمة دي تكون على لسان مين؟ أمه، لأنها لو ماتت كده مش هتكون بقى نار بس ولا خلود بس، دي هتكون من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. فيذهب يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقص عليه ما حصل، ويقول يا رسول الله ادعو الله لأمي أبي هريرة. ادعو الله، ايه اللي بيحركه يا جماعه؟ بيقول له اسمعتني فيك انا اكره، بيقول له بتشتمك، ما قالوش بقى الله يلعنها تستاهل مطرح ما راحت تشتمني، هي شافتني قبل كده عشان تشتمني. يقول اللهم اهدي ام ابي هريره. يقول ابو هريره فاستبشرت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ورجعت الى امي فاذا الباب مجاف، الباب ايه؟ مردود يعني، واذا خفخضت الماء، سمع صوت حد بايه؟ بيغتسل جوه. فقالت إليك أبا هر، ابنها بقى إليك إيه أبا هر. فلما اغتسلت لبست درعها وأعزلت عن خمارها، يعني فتحت الباب قبل ما تكمل إيه لبسها. أول ما شافته قالت له إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كده أحسن ولا نبعد عليها ولا يشتمها أحسن؟ أنه أحسن. فيطير أبو هريرة فرحا، ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ويقول يا رسول الله قد استجاب الله دعاءك، وبقت فرصه بقى، فادعو الله ان يحببني وامي الى المؤمنين، وان يحبب المؤمنين ايه؟ الينا، ويدعو له فعلا صلى الله عليه وسلم. شوف شفقه ابو هريره على امه، وشفقه النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بامه، وهي كانت السبب في الايه؟ في الاصل. يجي الطفيل بن عمرو رضي الله عنه، قصته معروفه، لما النبي بعثه عشان يدعو قومه الى الاسلام فيأبون الاسلام. فيرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ان دوسا قد كفرت بالله، فادعو الله عليك. فصحابه يا جماعه صحاب، امال احنا هنعمل ايه؟ النبي علمه ايه بقى؟ رفع ايده فقال خلاص فرجت، هيدعو عليهم وهيهلكوا كلهم. قال اللهم اهد دوسا وات به. فجاءوا كلهم مع ابي هريره والطفيل بن عمرو وغيرهم. عندما رجع المسلمون المهاجرون من الحبشه الى المدينه، رجع اهل دوس كلهم مع المسلم، كلهم اسلموا. اللهم اهد دوسا احسن، واللهم اهلك دوسا احسن. اني احسن؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما يرد ابن مسعود، وهذا الحديث في الصحيحين، يقول حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من الانبياء ضربه قومه حتى ادموه، قعدوا يضربوا فيه لغايه ما فتحوا له دماغه. نبي يا جماعه، نبي، الواحد فينا بيغضب لنفسه يا جماعه، وما يصبرش ويستعجل ويفكر ان اكل الناس ممكن يكون نبي ايه؟ فيا ممكن يكون فيا. فيحكي النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي من الانبياء، يشده قومه ويضربوه، فيسيل الدم على وجهه، فيمسحه بيده ويقول اللهم اغفر لقومي. لفظ الصحيحين اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فانهم ايه؟ بالله عليكم يا اخوانا، مين فينا بيقولها لما حد يؤذى؟ يقول اللهم اغفر لقومي، ولا يقول ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين؟ ما هي دي دعوه نبويه برضه، بس شتان ما بين الدعوتين. اللهم اغفر لقومي فانهم ايه؟ فانهم لا يعلمون. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى سفر مع اصحابه، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه في شجره ونام تحته، فجاء اعرابي واستل سيف النبي صلى الله عليه وسلم واخترطه، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده السيف صلتا، وفي يده السيف ايه؟ سيف، مش نبله، سيف
فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فيسقط السيف من يده فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: من يمنعك أنت مني؟ فقال: كن خير أخي. ما عارف. فقال: كن خير أخي. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. شوف يا جماعة إصرار على الإيه؟ على الكفر. وبعدين مش كفر بس، ده كفر وحرب لله ورسوله، قضية للنبي يا جماعة. تخيلوا إن ده ما كانش النبي، يعني إيه ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني ما كانش موعود بقوله والله يعصمك من الإيه؟ كان ممكن إيه اللي حصل؟ كده يبقى ده كافر ومع كفره كمان إيه؟ عاوز يقتل، عاوز إيه؟ عاوز يخلص. فيقول: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ فيقول: لا، غير أني أعاهدك ألا أحاربك ولا أكون مع أحد يحاربك. فيعفو عنه النبي صلى الله عليه وسلم. غريبة ولا مش غريبة؟ أنا بصراحة مستغربها خالص. طب ده كافر تسيبه يكسب في الأرض؟ طب ده كافر وكمان عاوز يقتل، ومش يقتل حد من المسلمين، ده يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. كانت إيه العقيدة يا جماعة؟ يرجع هذا الرجل إلى قومه فيقول: يا قوم جئتكم من عند خير الناس. ويجيب قومه ويجي، يجي كلهم ايه؟ مسلمين. كان ده احسن ولا كان ده الرقبه احسن؟ انه احسن؟ دي مفيش شك ان كده ايه؟ ان كده احسن. في صحيح ابن حبان ومصدرة الحاكم ومعظم الطبراني وفي كتاب اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لابي الشيخ ابن حيان قصه من طريق محمد بن حمزه بن يوسف بن عبد الله بن سلام. انا بقول السند لان فيها بعض، حمزه بن يوسف بن عبد الله بن سلام لم يوثقه الا ابن حبان. بس الحافظ ابن حجر رحمه الله قوى اسناد هذه القصه وان كان غيره من العلماء ضعفها. ناخذ فقط موضع الايه؟ الشاهد منها. يروي عبد الله بن سلام قصه اسلام حبر اخر من احبار اليهود، هو نفسه حبر من احبار اليهود عبد الله بن سلام. الحبر الاخر اللي هو زيد بن ايه؟ ابن سعنه رضي الله عنه وارضاه، زيد بن سعنه على وزن حمزه. هذا الرجل كان حبر من احبار اليهود وعارف وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الايه؟ في التوراة. فيقول عن نفسه: رأيت فيه كل شيء إلا خصلتين. كل حاجة في وصف النبي شفتها ايه فيه؟ إلا ايه؟ خصلتين. لا يغلب جهله حلمة ولا يزداد مع شدة الجهل عليه إلا حلمة. فعاوز بقى يختبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يزيد جهل الجاهل عليه إلا ايه؟ حلمة. حصل موقف كده طويل مش هقوله عشان الوقت يعني. المهم سلك النبي 80 مثقال من الذهب إلى أجل ايه؟ معلوم. فجاء قبل أن يحل الأجل بثلاثة أيام، لسه الأجل جه لحق يطالب، فضلا عن إنه يشتم ويسب، ملوش حق أصلا إيه؟ يطالب. يجي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتغيظت عليه وتغيب عليه وجهي، يعني سواء بالصوت ولا بالصورة شكله إيه؟ شكله متغير. فيقول: يا محمد أعطني حقي، فإني ما علمتكم يا بني عبد المطلب لقوم مطر. أنا عارفك أنت وقومك إيه؟ قوم بالضياع حقوق على الناس يعني. يقول زيد بن نفسه اللي بيحكي القصة، زيد بن سعنة رضي الله عنه، يقول: وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجلسه تدور عينه كما يدور الفلك، مدغاض. فيقول: أنت تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتريه ما أرى؟ والله لولا حذاري أن أفوته، يعني يفتت على النبي صلى الله عليه وسلم يعني، لضربت عنقك بسيفي. أنا لولا خايف أفتات على أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنا كنت تيسر أكثر دلوقتي. يقول زيد: والنبي صلى الله عليه وسلم جالس عليه التؤدة والسكينة، ما تحركش بشعر، لا من الشتيمة اللي اتشتمها ولا من كلام عمر ولا من كلام الراجل. يرد النبي يقول: يا جماعة في الموقف زي كده يقول: مهلا يا عمر. بيكلم مين؟ سيد اللي شتمه، بيكلم عمر رضي الله عنه. يقول: مهلا يا ايه؟ يا عمر، لقد كنا أحوج إلى غير هذا منك. كنت انا وهو كان في حاجه ثانيه المفروض تعملها معايا ومعانا، ان تامرني بحسن القضاء وان تامره بحسن الكبار. انت قول لي اقضي دينك بالمعروف وقول له اطلب دينك بالايه؟ بالمعروف. فقم يا عمر فاقضيه دينك وزده 20 وفقا بما رؤته. تخيلوا عمر لما يشخط يا جماعه، يعني اكيد هيتفجع، فبيقول له عشان الفجعه اللي فجعها ديت قوم اديله كمان 20 وفق من التمر فوق ايه؟ فوق حق. الراجل يا جماعه بيعمل كل ده ليه اصلا؟ عاوز يعني. فيروح مع عمر بن الخطاب ويشهد شهاده الحق ويضع ماله في خدمه الاسلام ويجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويموت في غزوه تبوك. ويموت في غزوه ايه؟ غزوه تبوك. اهو يا جماعه ايه؟ وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة: لا يجزي السيئه بالسيئه ولكن يعفو وايه؟ يعفو ويغفر، لفظ الصحيحين يعفو وايه؟ ويغفر. وهو ده اللي جاب الراجل ايده للاسلام.
ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ابو سفيان بن الحارث، ابن عمه واخوه في الرضاعه، وكان بينهم حب شديد في الجاهليه قبل ان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. اول ما النبي نزل عليه الوحي كان من اشد اعدائه، ما سابش حاجه لا بلسانه ولا بايده ولا بماله في حرب النبي صلى الله عليه وسلم الا فعله. حتى كان من خرج يوم بدر في صفوف الايه المشركين، وخرج يوم الخندق بهدل الدنيا، وكان شاعر، كان حسان بن ثابت يهجو المشركين في المدينه وهو يهجو المسلمين في ايه في مكه. ابن عمه واخوه في الرضاعه وحبيبه في الجاهليه قعد 20 سنه او بالضبط يعني 21 سنه يحارب النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا يا جماعه بعد هذا العناء المدمج ياتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه، وطبعا ابو سفيان بن الحارث عارف مضيق مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتار يعمل ايه؟ فيروح لابن عمه علي بن ابي طالب ويستشيره، فيامره ان يذهب اليه وان ياتيه من قبل وجهه ويقول: تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين، فانه لا يرضى ان يكون احدا احسن مردودا منه. يروح فعلا ابو سفيان بن الحارث في وش النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش عاوز يشوفه النبي، ما كانش راضي يشوفه اصلا. يجي له كده يروح كده، يجي له كده يروح كده، لغايه ما بقى وشه وشه وقال: تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم له، يغفر الله لكم. خلاص يعني ايه؟ غفر له. اهو الموقف ده يا جماعه خلى ابو سفيان بن الحارث انسان جديد لنك. بعد ما يسلم مباشره يطلع مع النبي في ايه؟ في حنين، يوم ان فر اصحاب الشجره من الانصار الكرام، وفر كثير من المهاجرين واهل بدر. كان ابو سفيان بن الحارث ليس فقط ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل كان هو الذي اخذ بلجام بغله النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيحارب شويه، يحارب وشويه يقبل رجل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاب، في ركاب البغله يبوس رجل النبي صلى الله عليه وسلم ويحارب، عاوز يموت فداء له. انقلبت ايه يا جماعه؟ الموازين، ادفع بالتي احسن فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه؟ ولي حميم. أبو سفيان بن الحارث هذا عندما حضرته الوفاة قال: لا تبكوا علي، فإني لم أتنطط بمعصية منذ أسلم. كان بقى إسلامه إيه؟ كان حازم، ما عملش معصية من أول ما أسلم، وما كانش بيبطل صلاة، يصلي طول النهار لغاية وقت الكراهة، وبعدين في وقت الكراهة يصلي لغاية العصر. ليه؟ بيعوض 21 سنة كفر، 21 سنة حرب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يكون جندا من جنود الايه؟ الاسلام والمسلمين. طب دول كفار واسلموا بالاحسان والبر والرفق واللين والحلم والتؤدة والتأني، والمسلمين يا جماعه ما لهمش حظ؟ ده هم ايه؟ ده هم اولى، هم ايه؟ اولى. كلنا حافظين حديث انس في قصه الاعرابي الذي دخل المسجد ليبول فيه. والله يا اخواننا انا كل ما اتصور هذا المنظر اتعجب كل التعب. ومش هتحس بيه غير لما تتصور كده ان واحنا قاعدين دلوقتي اعزكم الله، يعني واحد راح داخل وراح رافع هدومه ايه يابول في الايه في المدرسه، هنحس بايه ساعتها؟ ده جامع يعني، والناس قاعده يعني، لا تنفع كده ولا تنفع ايه كده. فيهم به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: ما ما، فيقول صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموا. وبعد كده يامر بحل المشكله الظاهريه بتاعت النجاسه دي، اريقوا عليه تجلا من ايه من ما. طب والمشكله الاساسيه مين اللي عرف يعالجها بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يروح للاعرابي، مش النبي الاعرابي بسرعه كده يقول له تعالى زي ما احنا ممكن نعمل، لا، يروح هو للايه؟ يقول للاعرابي: فقام الي صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي فلم يؤنب ولم يتب، فلم يؤنب ولم ايه؟ يتب، فقال: ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من القدر والبول، وانما هي لذكر الله وللصلاه ولقراءه القران. خلصت الايه؟ المشكله. يا جماعه لو تخيلتوا بقى العكس، واحد ما يعرفش في الاسلام حاجه يجي اسقفنا له وشلطنا له، هيطلع من الجامع يكره الدين والملتزمين واهل المساجد، صحيح. لكن لما اتعامل كده ادي مشكله النجاسه اتحلت، والمشكله بتاعت جهله ايه؟ برضه اتحلت. الحديث ده في صحيح مسلم، بيصلي مره النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه، ووراءه معاويه بن الحكم السلمي رضي الله عنه وارضاه، بيصلي كلهم. فواحد من المصلين عطس، ودي ممكن تحصل يعني عادي ولا مش ممكن؟ ممكن خالص، ممكن خالص خالص يعني. فمعاويه بن الحكم يعمل ايه؟ قال له: يرحمك الله. كلهم بيصلوا جماعه،
فده عطس فقال له يرحمك الله. فلما عطس والتاني قال له يرحمك الله، الناس استغربوا، وحد بيتكلم في الصلاة؟ فظلوا ينظرون إليه وهم برضو بإيه؟ قعدوا يبصوا له عشان إيه؟ عشان يسكت ويعرف إن هو عمل غلط. فقال: واثق لأمي ما لكم تنظرون إلي؟ وهو برضو بيصلي. فالناس بقى إيه؟ شاطوا، فقعدوا يضربوا على إيه؟ على أفخاذهم، قعدوا يضربوا على رجلهم كده أما بيصلوا عشان إيه؟ اسكت خلاص، من فضيحة. فقال: فرأيتهم يصمتونني ولكني سكت. أنا مش عارف هم بيسكتوني ليه، بس أنا لقيت نفسي إيه؟ نادي نفسي. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من الصلاة يقول: فوالذي نفسي بيده ما رأيت قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم. والله ما كهرني، القهر والكهر والنهر معناهم واحد، فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. خلاص المشكلة اتحلت ولا لأ؟ عرف الرجل الحكم ولا ما عرفش؟ عرف، ومن غير ايه؟ من غير مشاكل. عرف الرجل الحكم ومن غير مشاكل. شوف يا جماعة بقية الحديث في صحيح مسلم يبين لك بقى قيمة المعاملة دي. الرجل دلوقتي كان جاهل وتعلم حكم جديد، سكت، مدح النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وفينا أناس يأتون الكهان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تأتهم. قال: وفينا رجال يتطيرون، يعني يتشأمون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال: وفينا قوم يخطون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك يخط. يعني كان ده معناه أن ممنوع الخط، لأن ما حدش فينا متأكد أنه هيوافق خط خط إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد تحديد ده يا جماعة، تخيلوا بقى ان الراجل ده نهر وكهر وسب وبرد، كان هيجي ويسأل ويتعلم اكتر؟ لا. ده ايه اللي شجعه ان يسأل النبي؟ لا، هش وبش وسهل وليه. ما هو النبي يا جماعة هو اللي قال عليه الصلاة والسلام: الا ادلكم على من تحرم النار غدا يوم القيامة؟ على كل هين لين قريب سهل. والصحابة رضي الله عنهم يا جماعة كانوا بيعملوا كده وتعلموا كده. يعني مما يعني يذكر ويروى كما في تفسير ابن أبي حاتم رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رجل يفد عليه شديد البأس، فامتنع عليه فسأل عنه فقالوا: قد تتابع في الشراب. قد تتابع في الايه؟ في الشراب. قعد يشرب خمر وكثر من الايه؟ من الخمر، فانقطع بقى عن أهل الطاعة. فاستدعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كاتبة. ده مين ده؟ ده أمير المؤمنين، يعني ممكن يبعث لأمير الشام عشان يجلده الحد عشان يشرب خمرة. فقال: اكتب من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير. وراح قافل الجواب بعد. ثم قال لأصحابه في المدينة، قال لأصحابه: ادعوا الله ان يتوب على اخيكم وان يقبل بقلبه علينا. يروح الكتاب يفتحه الراجل يظل يقرأه ويبكي ويقول: حذرني ورغبني، حذرني من عذابي وبأسي ورغبني في مغفرتي. ثم نزع فاحسن النزل، يعني تاب واحسن الايه؟ التوبة. فلما بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك قال: هكذا تفعلوا باخوانكم، من بلغته عن اخيه ذلة فليوثقه وليسدده وليدعو له أن يتوب الله عليه، ولا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. شوف يا جماعة، هو ده التطبيق الصحيح سواء لدين الله عز وجل أو في أمر الدعوة والأمر والإيه والنهي. أبو الدرداء رضي الله عنه وهو من أكابر الصحابة في الشام يمر على طائفة من الناس قد اجتمعوا على رجل يضربونه، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل قد ارتكب ذنبا عظيما، واحد عمل جرم ايه كبير الله اعلم هو ايه. فقال: ارايتم ان وقع في بئر، ايه رايكم لو الراجل ده واقع في بئر وهيموت هتردموا عليه؟ لو جه يطلع حتى تضربوه في ايده عشان يقع ولا تعملوا فيه ايه؟ ارايتم لو وقع في بئر اكنتم تخلصونه منه؟ فقالوا: نعم، هنخلصوا ايه منه. قال: فكذلك، يعني هو دلوقتي واقع في حاجه اشد اشكالا من الايه
من الموت ومن الوقوف في البئر. هذا إن ظل على ذلك يعرض نفسه لعقاب الله لنار جهنم والعياذ بالله. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: إن رأيتم ذلك فأمروه وعظوه واحمدوا الله عز وجل أن عافاكم. واحمدوا الله عز وجل أن إيه؟ أن عافاكم. فاستحيا الرجل وقام تائبا إلى الله عز وجل. ما خلاص بقى بطلوا ضرب فيه، وكلهم المذنب واللي بيضربوا كلهم تبعوا لمين؟ لأبي الدرداء. فقام تائبا. عبيد الله بن محمد بن عائشة رضي الله عنه، هذا كان من كبار العلماء والمحدثين، يخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة المغرب فيجد فتى من قريش قد شرب الخمر حتى سكر، ثم جذب إليه امرأة فصرفت. عمل كم كبيرة؟ اثنين. شرب خمر سكر، فقابل واحدة فمد إيده إيه؟ عليه، فصرخت، فاجتمع الناس عليه يضربونه. يستاهل ولا ما يستاهلش؟ يستاهل، يعني ما يستاهل خالص. فلما خرج ابن عائشة، هو مشهور بابن عائشة يعني، عشان هو ابن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، من نسلها يعني. فقال ابن عائشة: اتركوا ابن أخي. هو مش ابن أخوه ولا حاجة. قال له: اتركوا ابن أخي. ثم ضمه إليه، حضنه يعني، ثم استصحبه إلى بيته ووضعه عند غلمان العبيد اللي عنده لغاية ما إيه؟ لغاية ما يفوق. قال: فإن أفاق من سكري فقص عليه ما حصل وأتني به. لما فاق من سكره قالوا له حصل كذا كذا كذا، استحيا الفتى. فلما ذهب إلى ابن عائشة رحمه الله فقال: أما تستحي لنفسك؟ أما تستحي لشرفك؟ أما تستحي لمن ولدك؟ لأنه من إيه؟ من قريش، من أشراف الناس يعني. ألا تستحي لمن ولدك؟ فاستحيا الفتى وقال: أعاهد الله عهدا ألقاه عليه يوم القيامة أن لا أعود إلى هذا الذنب أبدا. فتاب وحسنت إيه؟ توبة. من العجيب يا جماعة ما ذكره الذهبي رحمه الله في ترجمة مالك بن دينار. مالك بن دينار زاهد معروف وعابد من العباد مشهور. طبعا كان زاهد وورق، ما عندوش حاجة من الدنيا، حصيرة ينام عليها ولا بتاعه خلاص. فلس دخل بيت واحد إيه؟ من الزهاد القدامى اللي هم ما عندهمش حاجة في بيتهم خالص. دخل اللص قعد لفه لفه في البيت ما لقاش ايه، ما لقاش حاجه. ومالك ابن دينار ايه شايفه ومطمئن، ليه؟ ما هو مش هيلاقي حاجه. لف براحته، لف لفته. فلما هم بالخروج قال: ما وجدت شيئا لدنياك، اما تريد شيئا لاخراك؟ انت ما لقيتش حاجه للدنيا تنفعك، مش عارف حاجه تنفعك في الاخره؟ فقال: نعم. قال: اذهب فتوضا. فذهب الرجل فتوضا، قال: قم فاركع ركعتين. ثم ركع معه ركعتين، ثم خرج معه في يده إلى الصلاة. فقالوا له: من هذا؟ ما هم مش عارفينه، وجه جديد في المسجد. فقالوا له: من هذا؟ قال: هذا جاء ليسرقنا فسرقناه، جاء ليسرقنا فإيه؟ فسرقناه. وهذه عاقبة من يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الدعوة. آسف أخواننا جدا الوقت ما خدتش بالي، وإن شاء الله يعني إيه الحديث بقية في المجلس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.